الله الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. كيف يكون الحال مع الشباب في شهر رمضان؟ كثير من الشباب يسأل ويتساءل وهو في حالة بعد عن الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لك أيها الشاب، هذه فرصة لك بأن تلتحم بالله سبحانه وتعالى وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الشباب: أنا أذنبت كثيرا وفعلت من المعاصي الكثير. أقول لك: لا تقنط من رحمة الله، فإن ربك جل وعلا ينادي على عباده بلفظ العبادة، وهذا شرف كبير عندما ينادي المولى سبحانه وتعالى عليك بلفظ العبادة ويقول: قل يا عبادي، ينسبك الله سبحانه وتعالى لنفسه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فلا تكن عندك قنوط أو بعد عن الله سبحانه وتعالى. فشهر الصيام يجمعنا، شهر الصيام هو الذي يلملم كل البشرية ويجعلها رجلا واحدا. فمهما كان الشاب في حالة من البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن يكون هذا الشهر الكريم بداية خير لكل شاب بأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم جيدا أن من صام يوما واحدا، انظر صيام يوم واحد فقط، من صام يوما واحدا لله سبحانه وتعالى يباعد المولى جل وعلا عن وجهه النار 70 عاما، 70 خريفا، صيام يوم واحد. فما بالك بمن يصوم شهر رمضان كاملا ويحافظ على صيامه وقيامه ويحافظ على طاعة ربه جل وعلا في هذا الشهر الكريم، حتى يخرج من هذا الشهر في أفضل حال ويكون على قدر عبادته وقدر دينه، فيصل إلى ربه جل وعلا في أقرب وقت. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل المولى جل وعلا أن ينجينا وأن يربينا وأن يحفظ شبابنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلنا من عباده الصادقين في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.